ليش هدول رجعهم؟ حقيقة مجيئنا اليوم هو اعتزاز وافتخار بهذه المدينة الباسلة التي تصر على تنظيم الاعتصام الأسبوعي منذ سنوات طويلة تضامنا مع قضايا الحركة الأسيرة. قدومنا اليوم أيضا يأتي في ظل وجود ملفات ساخنة تتطور وتتصاعد داخل الحركة الأسيرة، ضرورة التسليط الضوء عليها، وأولها قضية الأسيرات في سجن النساء الاحتلالي، حيث أقدم الاحتلال الإسرائيلي على تضييق الخناق على الأسيرات الفلسطينيات وإعادة تركيب الكاميرات التي تحد من حركة وحرية الأسيرات في التنقل في داخل ساحة السجن وفي داخل الغرف، وهذا يعد انتهاك للقيم والأعراف والتقاليد التي يعرفها شعبنا. وكانت هناك تفاهمات واتفاقات مسبقة مع إدارة مصلحة السجون بضرورة إزالة هذه الكاميرات، عودتها يعني تصعيد مباشر واستهداف مباشر للأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال. القضية الأخرى اللي هي قضية الاعتقال الإداري، والتي تمثلت بإمعان الاحتلال بالاستمرار بهذه السياسة، وفي مقدمتها أو الإشارة إلى هذا الموضوع هو تمديد اعتقال النائب بالمجلس التشريعي خالدة جرار، وهذه على الرغم من حالتها الصحية وتدهور وضعها الصحي، وهي بحاجة إلى العلاج المستمر، وهذا ما قدمنا به تقارير مفصلة للصليب الأحمر أثناء متابعتنا الطبية لها بالخارج بعد اعتقالها الأول. والاحتلال مصر ومستمر على إدامة اعتقالها. القضية الأخرى هي قضية إضراب الأسر الإداريين وخطوات الأسر الإداريين، وفي مقدمتهم إضراب الأسير الإداري السابق والموقوف حاليا وهو الأسير خضر عدنان. هناك تطورات كبيرة على ساحة الأسر، هناك حالة من التضامن يجب أن تأخذ مكانها وسط الحضور الشعبي وأمام مقرات الصليب الأحمر. نحن هنا في لجنة الأسير الفلسطيني ومعنا مختلف القوى الوطنية في محافظة الكرم، نوجه هذه الرسالة إلى الحركة الوطنية الفلسطينية وإلى الشعب الفلسطيني بضرورة التواصل والتضامن مع قضايا الحركة الأسيرة، وسنشهد في الأيام القادمة مزيد من التطورات. أذكر بأن سياسة الإعدامات المستمرة وسياسة نتيجة الإهمال الطبي لدى إدارة مصلحة السجون أيضا هي ملف ساخن من الملفات الكبيرة جدا. كل هذه القضايا هي قضايا كبيرة جدا بحاجة إلى إعادة الاهتمام بها، ونحن ندق باب المجتمع الدولي في مواجهة إسرائيل ومواجهة سياسات حكومة بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف.